جاو شكرا. حلب جينا نقول شكرا للشعب الجزائري الكريم اللي وقف وقفه كثير حلوه معنا بهيك مرحله وبهيك محنه، وفعلا يعني اثبت الكرم وصدق المحبه اللي بيننا، وانه شعب كثير كريم وراقي، وفعلا شكرا لله. نحن كاتحاد طلبة في سوريا طلبنا هذه المبادرة لشكر الشعب الجزائري على ما قدموه من مساعدات لأخوتنا في حلب ومناطق سوريا، وما قدموه عبروا عن أخوة الشعوب العربية في سوريا. نحن اليوم قمنا هذا الفعالية لشكر الشعب الجزائري وشكر قوات الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري الذي قدموا المساعدات الإغاثية والمساعدات من قوات الحماية المدنية في ذات الأنقاض عن الشعب في حلب وغير المناطق السورية. شكرا الجزائر، شكرا قوات الحماية المدنية، شكرا الهلال الأحمر الجزائري. اجينا هلأ على الجمعة اللي هون مشان نحيي أهل الجزائر الكرام وشعب وقيادة اللي فيها، لأنه وقفوا وقفة قوية مع بلدنا بظل هذا الحصار وبظل هاي الأزمة اللي صارت. نحن سوريا والجزائر شعب واحد، وطن واحد الحمد لله، ولقينا بلد بهيك كرم أهل درجة أنه إجوا من قارة لقارة كرمال يوقفوا مع أهلهم. ألف شكر للجزائر وأهل قيادة وشعبا، تحية الجزائر. قمنا بهذه المبادرة لأجل شكر الحماية المدنية الجزائرية على ما قدموه لهم لأهلنا في سوريا من حيث التضررات التي حدثت أثر الزلزال وضرب حلب ومؤتمرها وكثرة الدمار فيها. ونحن بدورنا نقدم جزيل الشكر للقوات المدنية الجزائرية على ما قدموه لنا في سوريا. الجزائر واحد 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 واحد، سوريا الجزائر واحد 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 واحد، سوريا الجزائر واحد 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 واحد، سوريا الجزائر.